الحته دي بقى يا بتوله مش هتخليك تعمل دماغ ساعه، لا هتعمل دماغ 3 ايام. فلوسك الحلوه يلا عشان المنطقه دي كلها لعبش حكومه. ان شاء الله النهارده اقفل المكالمه دي دلوقتي. سلام، هكلمك تاني. مالك بتنهج ليه؟ كنت بقضي هناك مصلحه في المنطقه ومره واحده اتعمل لي كمين. المهم يلا عشان نيجي المصلحه الثانيه قبل ما الحكومه تطب علينا. مش انت يا عبدو وعدتني ان اخر مصلحه اللي عملناها دي مش هنعمل بعدها حرام تاني؟ انت بقى اللي هتعرفني اعمل ايه وما اعملش ايه؟ لا لما اجي اقول لك بقى نبطل ما نبطلش ده بمزاج انا. وبعدين لما اخوك الكبير يقول لك على حاجه تقول له ايه؟ حاضر يا اخويا كبير. يلا يلا قدام عقبال ما اشوف المصلحه دي اخرتها ايه. استاذ شندي عامل ايه؟ انا عبد الرحمن اللي ساكن في الدور اللي فوقيك. المهم وانا نازل من قصاد الشقه شميت ريحه شياط، ممكن تكون المدام نسيت حاجه على النار. ريحه شياط؟ وبعدين انا مش متجوز اصلا، انا حتى اكل كله بجيبه من بابا. عارف كشري بابا طارق العلبه اللي يوم عشرة دي كنت بجيبها، دلوقتي بقى هجيبها بقت ب30. ب30؟ ايه يا عم اللي حصل ده؟ بس اقول لك على حاجه، ابو طارق عليه شويه دقه وحمص مش تحاسب يا عم. بري يا اعمى. مؤاخذه استاذ. المهم احنا بقى ما فكرتش تجرب التواجد؟ بس عجبتني الخبطة بأمانة. الميزة وريني كده الموبايل اهو يا بص. جدع جدع يا عبدو انت واخوك، بعدين ما انا عارف اي مصلحة بتخش فيها بتأيديها. تربيتك يا رئاسة تربيتك. وبعدين بقى والنبي شوف له اي مصلحة كده، لان اخوك داخل على خطوبة. وبعدين عاوز اقول لك حاجة، الواد ده برضه تحت ايديك، رقبتنا سدادة يا ريس. المصلحة الجديدة بقى تخطفوا لي ابن السفير. ابن السفير؟ اه يا عم هنخطف ابن السفير. ما نخطفوش ليه؟ المهم يا ريس هستنى منك الرساله وتعرفني مكانه فين. ما تنساش بقى حساب الامانه. يلا ادي قدامي. عبدو بصراحه مش مستريح للمصلحه دي، وخايف يا عم نموت واحنا بنعمل حرام. ما بناقصها يا عم الفلوس خالص لو هتيجي من السكه دي. بناقص الشغلانه اللي مسكتني ومسكتك فلوس؟ شكلك كده عاوز ترجع لايام الفقر. يا دوب انت مفكر نفسك كنا نعرف نلبس هدمه زي دي؟ يلا يا حبيبي عشان نخلص الشغل. لا معلش يا عبدو اعفيني منها المرة دي، بس أنا عايز أفهمك حاجة، كل الفلوس اللي جات لنا دي كان رزق مكتوب لنا عند ربنا، بس إحنا اللي استعجلنا وخدناه بالحرام، مش معاك يا أخويا. عيل غوي فوق. ألو إيه يا حبيبتي عاملة إيه؟ بقول لك إيه يا عبد الرحمن؟ بصراحة كده أنا جبت آخري منك وقرفت بقى، وبصراحة كده أنا ما عنديش طاقة أكمل. معنا بقى رصاص في يوم فراقك قلبي حس انه اتضرب برصاص. يا عيش عمري ازاي قدرت تقول سيبني خلاص، والتاني ميت في الجراح وبكي ويا الكاس. يا ريس هطلع اهو دلوقتي اخد لي دش وانزل اروح اجيب لك ابن السفينه. هجيبه لك يا ريس بس افوق بس الاول. بابا انت فين؟ بابا على فكره هتاخر شويه. عبدو عبدو انت مش كنت وعدتني ان احنا هنتوب ونرجع لربنا؟ ومين قال لك بقى يا ان انا مش هتوب؟ على فكره انا ولا اخطف ابن سفير ولا اعرف اصلا اخطف فرخه. المهم بقى احنا عاوزين كل الفلوس اللي عملناها حرام نروح نتبرع بقى في اي مكان، ومن بكره نشتغل اي شغلانه حلال. كده انا داخل على جواز. ايه يا حبيبة قلبي؟ عبد الرحمن تعرف ان انا بحبك قوي بجد والله. يا بنت ده انا اللي بحبك وبموت فيكي. يلا عشان جاي اتقدم.